إن أي مسعى لتعزيز العمل الدولي المشترك يقتضي منا الاستجابة للنداءات المتزايدة بصورة إعطاء ديناميكية أكثر للنظام متعدد الأقطاب عبر إصلاح الأجهزة الرئيسية للمنظمة إصلاحاً شاملاً من شأنه أن يجعلها أكثر شفافية ويحقق التوازن الضروري ما بين الأجهزة الرئيسية ويكفل التوازن الجغرافي العادل. وعليه فإن تنشيط الدور المركزي للجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره الجهاز الوحيد المعبر بصدق عن تنوع مكونات المجموعة الدولية هو عامل جوهري في تعزيز المساواة بين الدول وتكريس أسس الديمقراطية الحقة، كما أن الدفع بعجلة المفاوضات الدولية الحكومية بشأن إصلاح مجلس الأمن وفق منهج متكامل وشامل ينبغي أن يكون أولوية للمجموعة الدولية بغية التواصل إلى توافق حول إصلاح حقيقي أكثر تمثيل وشفافية، وهو ما يدعو هنا إلى التأكيد على التزام الجزائر بالموقف الإفريقي الموحد بما يضع حداً للإجحاف التاريخي في حق القارة الإفريقية.